العراقية على الأبواب، وكان لكم رأي في هذا الموضوع بأن يجب أن تتم الانتخابات العراقية في موعدها وأن لا تتأجل، ولكن هنالك أيضا أطراف في الداخل العراقي وهي ليست قليلة تعتقد بأنه لا بد من تأجيل هذه الانتخابات لتفادي أي إخفاق ممكن أن يحدث في هذه الانتخابات وندخل في دوامة أخرى. لماذا برأيكم يجب أن تتم هذه الانتخابات في موعدها المحدد؟ بالطبع أؤكد بأن سؤال الانتخابات إجراها أو لا هو قضية محلية عراقية يعود للعراقيين القرار فيها. أفهم كثيرا وسمعنا بوضوح لماذا الشعب العراقي طالب بانتخابات مبكرة ولماذا أراد انتخابات مبكرة، لأن أنت أجرى الانتخابات السابقة أنتجت دور لأحزاب سياسية لم تتصرف في مصلحة العراقيين. رئيس الوزراء الكاظم استجاب لهذا وطالب بانتخابات مبكرة. نعتبر دورنا هو استجابة لطلب الحكومة العراقية لنا والمجتمع الدولي الآخر المساعدة قدر الإمكان في ضمان أن الانتخابات يتم إجراءها على مستوى عالي من الشفافية والعدالة، وقد ساهمنا 10 مليون دولار من خلال يونامي لتمكين دورها مستشارين فنيين، ووفرنا 5 ملايين إضافية أيضا ليونامي لتأسيس أكبر دور مراقبة للأمم المتحدة في أي مكان في الانتخابات. كل هذا يأتي بطلب من الحكومة العراقية التي تدرك أن يجب أن يكون هناك علاقة ثقة من الشعب العراقي بالآلية السياسية وأن يتم سماع أصواتهم بسلام، وندعم هذا هنا وفي أي مكان في العالم. أنا سعيد أن أرى أن هذه الانتخابات يبدو بأنها سوف تتقدم وتجري من الجانب، هناك تحضيرات من الجانب الفني جيدة ومن متعاقدين من المنظمة الدولية لأنظمة الانتخابات توفر مستشارين ومدققين ومتابعة وإشراف على النتائج كما حصل في 2018. نأمل أن الشعب العراقي يدرك أن هذه الانتخابات سوف تجري بأمان وبعدالة وبشفافية وأن يشاركون بأعداد كبيرة وأن يضمنوا أن يسمع صوتهم، ونرحب ونحترم أي صوت عراقي بالانتخابات عادلة. الدعم الأمريكي دائما موجود عندما تكون هنالك انتخابات في العراق، هذا أمر لا يستطيع أن ينكره أحد، ولكن المشكلة الأساسية التي دائما ما نواجهها في العراق هي عملية عدم المشاركة والإخفاق، ورغم التحضيرات والأخبار الجيدة تنتهي الأمور بإخفاق. على سبيل المثال في انتخابات عام 2018 في العراق كانت المشاركة في بعض التقارير تتحدث بأنها أقل من 20% مما وصفت بالنسبة كما يصفها العراقيون الآن بأننا أخفقنا في هذه الانتخابات وكان هنالك تزوير وغيرها. هل تعتقد أن الظروف نوعا ما اختلفت من وجهة نظركم، خاصة وأن نوعا ما الأمم المتحدة هنالك مشاركة 5 أضعاف مشاركة حقيقة الستاف الخاص بالأمم المتحدة هم مشاركون في هذه الانتخابات، هل تعتقد الأمور ستختلف الشهر القادم مقارنة بكل السنين من الإخفاقات في الانتخابات التي شهدناها؟ يعني أرجع لدقيقة، العراق بلد عظيم هو الأكثر تنوعا من أي بلد في المنطقة. مقدمة وتمهيد الدستور يعرف ما يعني أن يكون شخص عراقي، تاريخ عظيم، تاريخ ليس فقط يرجع لآلاف السنين ولكن أيضا تاريخ حديث رأى نتائج الدكتاتورية والحروب الأهلية والصراع. الشعب العراقي رفض هذا، الشعب العراقي يقول بأننا نريد أن نكون شعب بغض النظر عن خلفيتنا وعرقيتنا، نريد أن نكون سوية، وهذا تطلع عظيم موثق في الدستور ويعرف الآلية التي لدى العراقيين ما موجود على المائدة. جميعهم عراقيين والآلية السياسية تبدأ بالانتخابات. ندرك أن هذا البلد العظيم العراق
قد جهد لإعطاء العراقيين شعور بأنهم جميعا يجب أن يكونوا في الغرفة، لا يتم استثناء أحد بناء على خلفية دينية وغيرها، ونرحب بهذا. أعتقد مهم أن يكون إعادة لثقة الشعب العراقي بأن الانتخابات مهمة وأن يجب أن يذهبوا ويشاركوا بالتصويت ولا يشعروا بأن صوتهم غير مهم أو يتم استغلاله بنشاطات الأحزاب السياسية التي تعمل لمصلحة أجندتها وليست أجندة هذا التمهيد العظيم للدستور. مرة أخرى استجابة لطلب الحكومة العراقية، حاولنا لعب دور نساعد الحكومة العراقية على إخبار الشعب العراقي أن هذه الانتخابات ستكون مختلفة، أن يكون هناك ثقة كبيرة بهذه الانتخابات. يجب أن تشاركوا لأن صوتكم مهم وصوتكم سوف يسمع.